اليوم نحن موجودين في منطقة عين الرحمة اللي هي محطة سيدي خليفة. كمواطن تونسي اليوم حبيت توصل للقروان ولا ايه؟ كالناس كل يوم حبيت نمشي للقروان ونشارك مع الأخوة غادي أخي، نلقى مانع من الحاكم ونلقى برشا حكايات، معناها راح حكايات فارغة. احنا ماشيين باش نحضروا مؤتمر كل عام نحضروا، مانيش باش نعملوا معناها حكايات أخرى. ديجا الناس كل تعرف، معناها تعرف شنو موقفنا وشنو المبادئ متاعنا. المانع هذا مريش معنا علاش معناها ساير هكا وشنو السبب وعلاش يعملوا هكا. يا لندرا معناها حكايات من الخارج والا معناها من هكا من الحكومه متاعنا؟ اسكي احنا مواطنين توانسه ولا؟ هذا السؤال معناها نطرحه على الناس. انا حبيت نعرف اليوم شنو هي الكلمه اللي تحب توصلها باسمك انت ولا باسم الاخوه اللي معك؟ باسمي انا كشخص، معناها انا نعرف روحي ما عندي معناها حتى سوابق وما عندي حتى شيء، وانسان ماشي باش نحضر مع الاخوه معناها في دعوه عاديه وفي مؤتمر عادي. بالنسبه للاخوه الكل معناها نتصور نفس الراي ونفس المبادئ ونفس، ما عندناش حتى اي حاجه من الحاجات اللي قاعده تخرج في التلفزه سواء ارهاب ولا اي حكايات اخرى. احنا مواطنين عاديين وهنا نعيشوا معاكم معناها ديجا وتعرفونا وتشوفوا فينا. وقت حكيت معي انت وشفتني تو قبلت معناها الوضعيه عادي وحبيت نصور معاك نورمال. مي الاشكال معناها علاش هالتزييف اللي صار والتهويل هذا اللي صاير الكل، معناها كاننا ماشيين نحاربوا ولا ما ادريش ماشيين. وكما حكوا المشايخ معناها تونس ارض دعوه ماهيش ارض معناها جهاد ولا ارض حرب، والناس كله خيان وكنا مسلمين. علاش هذا كل صار الله اعلم معناها شنو الاسباب وشنو المسبب. مؤتمر انصار الشريعة حبيتوه يصير ولا لا؟ والله فما ناس حبيتو يصير وفما ناس حبيتو لا. حبيتو لا باش ما يكونوش يدخل في مونغروناج مع هيك، لكن فما مجموعة حبيتو باش الامور الاقتصادية تتحرك. وهذيك هي امور اقتصادية على الاقل، بلاد راقدة ديما راقدة على الاقل، هم ينسوا يحركوا فيها كل شيء، يتباع كل شيء، كل شيء ينضاف، كل شيء تتحرك فيها برشا حوايج. لكن نحن تمنيناش نايه نهار برك نهار يعملوه بعد العصر ويروحوا الأرواح. نحبوا كان الرياض، نحبوا صلى كان سلعني بيصير كهو. مواطن فهمتني تونسي، لاني سلفي لاني جهادي لاني دعوه تبليغ لحد شيء، فهمتني الشيء اللي يصير في تونس. هما حبوا فهمتني قبل لي ما كانت فهمتني وزاره الداخليه فهمتني تبع النهضه حبوا يحيدوها. هذه قمع، هذه قمع في بلادنا في أرض. حبوا يحيدوها فهمتني، هاي النتيجه نتاع التحييد نتاعها فهمتني. حاربوا في الدين هذوما ماهوش يحاربوا في حد شيء اخر. اعلام العار ما استرجلش، السلفيه استرجلوا حقل للدماء. ها
يعني خلي يساور ولا شبيه حقل الدنيا لكن هو الاعلام تحيا السلفيه وتحيا الشيعه وتحيا كل شيء الاعلام فرش عليهم الاعلام ما فطرش الاخوه السلفيه واصلوا تكلموا عليها امينه ترى حل والله يا امينه بلا سلموا هنا يا علاش تقول فيها وقصير علاش تقول فيها وقصير هذاك اعلام توس العاصمه هزيدك حقل الدنيا هذاك اعلام توس العاصمه ما يعرفوش ما يعرفوش حاجه اسمها وسط الجمهوريه هذه حاجه لا سبيل عليه حدهم حد الاعلام حدهم حد الاحزاب يخوضوا في الحرب برجال الامن رجال الامن الابرياء اللي هم ابناء الشعب يخوضوا بهم في الحرب ما نكرهوش الامن والسلفيه ماشي ضد الامن صور كي تحب صور انتم راكم اعلام تاع تونس العاصمه ما كنتمش تاع داخل الجمهوريه على خاطركم تخافوا من داخل الجمهوريه وتخافوا من القروات خاصه يا سي لطفي بن جدو توا مواطنين ما تعداش من بعد الجامع انا نحب نعرف امينه المسخه هذه نتاع عايش تدخل للقروان وين والامن كيف وزيد تكتب زيد تعاد علينا قروان كامله ماجوره فهمني لا يهمني لا يهمني لا في السلفيين لا يهمني في حتى حد منظر كيفنا كيك على جد تدخل قروان وين الامن ونحن نطالبوا فيك يا سي لطفي بن جدو اخويا سلم لنا اللي نحن بعثنا نقدموا روايه نحن قضيه 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 على روايه شو اللي عملت بالضبط جات لهنا كتبت كلمة فيمن هو موجود وكيفاش متصوروها في الحي وانا مدهونة بالمنوال والصحافة الكل في بالها يلزم الناس تفيق على روايحها والمرأة اللي جات اليوم عرضت على روايحها فهمت عرضت روايحها فهمتني وبزعت الخمر كلمها واحد من الأمن دارش بها واحد من الأمن دارش بها واحد من الأمن كنتي كقروية حبيت يصير مؤتمر انصار الشريعة ولا والله انا ما عنديش مشكلة على خاطر دي ساعة عاملة ولا عملوها ونشحتوا وما عملوا حد شيء لا كسروا لا خربوا كما برسع عبيد يقولوا هم بلوس يجيوا معناتها جوست يقولوا انا جيت ويقولوا الله هو اكبر وبعد يمشوا على رواحهم هكا وما عملوا شيء دي ساعة عاملة ولا ما فهمتش علاش انا العبيد الكل ضدهم وهم بلوس بالعكس هذيا في صالح القروية الاقتصاد الكل يخدم أكثر حاجة ممكن تخدم الكافتيجي من الآخر فما تالي جوع يمشي ياخو كاسكروت وكل شيء تصور أنت 25,000 واحد ياخو كاسكروت كافتيجي وانا على اشتغل الفنين اسمعي شكونا معايا في الكرة يا حاتم Thank you.
بنت الحاكم يضرب في الديار مش يضرب في العبيد والله يضرب في اقسم بالله لا فما سلفيه لا فما حد شيء يضرب في الناس هذه فيها المشكله كلها ايه حنكلموا نتكلموا على كل يضربوا والمشكله علاش الحاكم ضربوه علاش الحكايه بجد فل يخدم على روحه برويته جاي يكلم فيه درش حكايه هو يتناقش يضرب فيه بالكف الحاكم يضرب فيه بالكف فزت العبيد قالت له هكاك ولا يضرب بالقاص هذه المشكله علاش ليه شدوا ديار